السلام عليكم ومرحبا بكم في صفحتكم وقناتكم قناة أهل الثقة. خاوتنا اليوم جبنا لكم تشكيلة رائعة بزاف. اليوم التشكيلة تاع الصالونات الفخمة اللي راهي متواجدة عند محل أهل الثقة. وضوك يتقدم الأخ حليم يوري لكم الصالون الأول. خاوتنا الصالون اللي سميناه واش سمينا هذا الأخ حليم؟ القبضان. السلام عليكم خاوتي خواتاتي عشاق أهل الثقة، كما عودناكم دائما بجديد اليوم جبنا لكم أفخم صالونات في محل أهل الثقة ما حصلوش. خاوتنا هذا القبطان اللي خرج قوه الله يبارك. خاوتنا شوفوا معنا على المباشر هاوليكم. خاوتنا خرج تحفه في ديزاين شباب بزاف، مخدوم كاع بوقت. خاوتنا الله يبارك في قاعده في انجاز تاعو اللي فيه قاعده مريحه. خاوتنا قبطان وعليه الكلام. خاوتنا واش نقول لكم خاوتنا؟ كما عودناكم أساتيقة دائما بجديد. خاوتنا كما نقول لكم اليوم راح نقول لكم افخم صالونات في محل أساتيقة، وقعدوا معنا وتشوفوا كاع واش عندنا جديد. خاوتنا والسعر تاعو هذايا اللي درناه 23 800. خاوتنا حاجه شابه بزاف هذا الاخ حليم، الله يبارك. خاوتنا هاوليكم خاوتنا شوفوا على المباشر هذا راهو كامل بالات اللون فغريمون لا كاركاس. بيان سير خاوتنا لاطر تاعو تخرج ديزاين واحد هنا مخدوم بالخامه، حاجة ثقيلة، حاجة شابة، حاجة من نوع عرافي خويا. القاعدة تاعو راهي بدي طرونت ياك الأخ حليم، بدي طرونت خوتنا في قاعدة مريحة تعرفوها في محل أهل الثقة دائما فيه القاعدة مريحة. خوتنا ونقول لكم أنا معكم فيرمو إن شاء الله. أي حاجة تعجبكم في الصالونات تاعنا اتصلوا بنا على الخاص وحنا نجيبوها لكم حتى الإمكان إن شاء الله وخلص في دارك. باقي أنا واش عجبني في هذا الصالون ثاني؟ واش عجبك؟ فيني بوكي في القاعدة تاعو كيما راكم تشوفوا حاجة بزاف شابة. وما في ظهر تاعو كيما راك تلاحظ الاخ حالي يقول ديزاين متابع حاجه بزاف بزاف شابه الله يبارك. كاسكيتاج ثاني بزاف شباب، ولي بي تاعو مخدوم في كازيل كيما راكم تشوفوا يخرج متلاصق مع لاطر، حاجه منو عرافي هذا اللي سميناه القبطان ورانا دايرين له شحال الاخ حالي 23 800 بالنقل والتركيب على 58 ولايه خويا عباسلي. يزيدوا نوري لهم صالون، صالون محبوب واحد انا خوتي نحبوا بزاف هذا الصالون الله يبارك. هذا الصالون اللي معروف في محل أهل الثقة وسمينا خويا اللي سميناه الانيق. الانيق هذا الانيق حاجه من عرافي خوتنا توجور هنا يخدم كاع بوقت. المطلة تاعو مخدومه بالاش ار، هنا لي جيتي تاعو مخدومين بلاوات ماشي بونش ملحي خوتنا، حاجه من نوع رافع وفيه دو فاس، حاجة الله يبارك فيه 3 بلاس فيه 2 بلاس فيه 1 بلاس 1 بلاس خاوتنا لكن 7 بلاس فيه 7 بلاس بارك الله في خويا خاوتنا. هذا راه معروف في محل أهل الثقة وإن شاء الله لنا الإعجاب كما قلنا لكم اتصلوا بنا على الأرقام ويكون في دارك على 58 ولاية. خاوتنا النقل والتركيب راه مجاني خويا. نعم خاوتنا والسعر تاعو يبقى هو هو 23 800 بالنقل والتركيب حتى باب الدار. الناس يا خويا واش قولهم انت؟ هذا الصالون كيما قلت انا واحد من افخم الصالونات اللي نحبهم انايا باسكو عنده انسكيلطاج بزاف شباب كيما راكم تشوفوا راهو كامل بالاتر. لي بي تاعو ثاني راهو كامل بالاتر. القاعده تاعو راهي بدي طرونت حاجه بزاف شابه خاوتنا. خاوتنا نطلعوا نوريو لهم صالون واحد اخر موديل بزاف شباب ثاني ان شاء الله. اقعدوا معنا وان شاء الله راح تشوفوا اخف كيفاش افخم صالونات في محل اثاث ثقه خويا امسك وان شاء الله يكونوا لالو الاعجاب. خاوتنا بعد ما ورينا لكم لو دو موديل الاولى دوكا جبنا لكم موديل ثاني بزاف شباب اللي سميناه مارسيليا. خاوتي خواتاتي هذا مارسيليا اللي معروف في محل أهل الثقة كما عودناكم أهل الثقة دائما بجديد وخدمت على المشاهدين تاعها وفرت لكم مارسيليا. مارسيليا هذا خاوتنا يخرج تحفة الله يبارك. المنطقة تاعو مخدومة بالتيترونت حاجة من نوع رافيع، هنا مخدوم بالبوقات لاكاركاس تحتها مخدومين ثاني كاع بوقات داخل بالبوروج. خاوتنا صدقونا غير في قاعدة مريحة. خاوتنا هذا سمارسيليا دائما يخدم في الست بلاس، حاجة من نوع رافيع لي جيتي تاعو دائما نخدمو بلا واط ماشي بونش ملحي بلا كارونتي. خاوتنا خاوتنا روحو للإي بلاس تاعو باش عندكم معلومة. الإي بلاس تاعو خاوتنا شوفو الله يبارك الإي بلاس تاعو لاكاركاس تحت كاع بالبوقات يخرج بالفلاماج كما كنتو تشوفوا على المباشر هكذا يا خاوتنا. التي سي تاعو حاجه من نوع رافع توجور لي كولور لو شوا ليكم اي كولور تعجبك في محل أهل الثقة من أهل الثقة توفر لك التي سي تاعو. خاوتنا هذا مارسيليا ان شاء الله يكون نال الاعجاب
كما قلنا لكم انا معكم فيرمو، اي حاجه تعجبك في المحل اذا ثقه انت اتصل بنا على الارقام وحنا نوفروا لك حتى دارك وخلصي دارك. خاوتنا هذا المصري القسومه تاعو هو هو 21800 بالتركيب على 58 ولايه. خاوتنا خاوتنا وقعدوا معنا وزيدوا لكم لوطو موديل حاجه من نوع راه يا خاوتنا ولا واش قال خويا امزدي حاجه بزاف شابه الموديل راهو جاي ان شاء الله هاي نتفضلوا نوروا لهم الصالونات. خاوتنا نكملوا مع افخم تشكيله الصالونات المتواجده في محل اذا الثقه. خاوتنا كما راكم تشوفوا لو صالون امبراطور واحد من افخم الصالونات اللي راهي عندنا. خاوتي خواتاتي هذا الامبراطور راه معروف في محل اذا الثقه كما عودناكم غاب على محل اذا الثقه. اذا الثقه وفرته لكم وهو على المباشر خاوتنا توجور يخدم في السات بلاس حاجه من نوع رافع. خاوتنا الماطله تاعو تخدم بالاش ار قاعده مريحه بزاف الاخاني بزاف خونا وفيها ديزاين شباب بزاف خوتنا. روحوا لو موتيف ثانيك تاع الكودوار هنايا لو موتيف هذا يخرج كابو ات خوتنا لي في تاعو حاجه من نوع الرافع. شوفوا خوتنا يخرج بالفلاماج حاجه الله يبارك خوتي خواتاتي هذا واش نقول لكم خوتنا جميع اللي دخل المحل عندنا قالت بارك الله على كل حال. بعد ما شفتوا طوا بلاص تاعو وزيدوا لكم دو بلاص تاعو ثاني اللي خرج التحفه الله يبارك الكودوار جاي بومبي توجور يخدم بالاونتيطاج خويا امس دي حاجه من نوع رافع اي حاجه تفرق عليه باللانجات تمسح خويا امس دي حاجه بزاف شابو كيما راكم تشوفوا دو بلاص تاعو تقدروا تقولوا ليه طوا بلاص يفرق ما شاء الله وطلع بلاصه كيما راكم تشوفوا يفتح ترى باهي بدو نورمال الله يبارك حاجه من نوع رافع. الماطه تاعو مخدومه بالاش ار خويا والمخده تاعو مخدومه بلا وات ماشي بوش ملحي خاوتنا. حنا الصالون تاعنا نمدو لكم لا كارونتي اي حاجه حنا نتحملوا مسؤوليته على كل حال. خاوتنا بعد ما شفتوا 3 بلاص و 2 بلاص روحوا اي بلاص تاعو اي بلاص تاعو اللي خرج بزاف شباب خاوتنا. شوفوا لي بي تاعو مخدوم كاع بوات حاجه من نوع رافع خاوتنا باش نكونوا على نكونوا عند الصوره ان شاء الله. توجور المطلب بالاش ار خاوتنا اي بلاص تاعو فيه قاعده من نوع رافع خاوتنا اللي خرج هذا الصالون خرج الله يبارك خاوتنا. واي حاجه كما قلنا لكم تعجبكم في محل اذا الثقه انتم اتصلوا وحنا في الخدمه ولا واش قال خويا امزي. نعم ماهي ما عليهم غير بالاتصال يعجبوا صالون الامبراطور لان شحال رانا دايرين له حليم؟ رانا دايرين له 26 مليون و 800 26 مليون ويسو واصل راكب حتى الباب تاع خويا. اي حاجه تحبوها وكما قلنا لكم هذا في الكونفيرمو وانتم جبتوا شدوا اتصلوا بنا نجيبوا لك حتى دارك وخلص في دارك. روحوا نزيدوا نوري لهم الصالون اللي دخل جديد الصالون اللي بزاف 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 شباب خاوتنا هذا قداها لهم كاع بالنسبه لي انا هذا هو المفضل وان شاء الله تشوفوه راح ندير له فيديو مخصص وان شاء الله يكون الاعجاب ولا واش قال خويا. نعم ها روحوا نوري لهم الصالون اخ علي ما تقعدوا معنا ما تصافيوش. خاوتنا بعد ما شفتوا الصالون القبطان وزدنا ورينا لكم صالون انيق ورينا لكم ثاني ماسيليا والامبراطور جبنا لكم صالون اللي دخل جديد صالون اللي بزاف 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 شباب خاوتنا اللي سميناه الراقي خاوتنا. خاوتي خواتاتي بعد ما شفتوا ورينا لكم كاع لي برودوي واش عندنا انا جبنا لكم الراقي. الراقي هذا اللي خرج تحفه الله يبارك توجور يخدم كاع بوقت حاجه من نوع راقي خاوتنا في ديزاين شباب بزاف لا كاركاس تاعو كاع بوقت خاوتنا. المطله تاعو تخدم بالاش ار في قاعده مريحه خاوتنا شوفوا الله يبارك لي كودوا تاعو توجور ثاني بوقت كما كنتوا على المباشر بالفلاماج حاجه من نوع رافع. لي شيتي تاعو خاوتنا يخدموا بلا وات ماشي بونج ملحي حاجه الله يبارك خاوتنا. وحنا ماذا بينا ان شاء الله تجونا للمحل وتشوفوا باي اعتبار وطونا لكم خاوتنا هذا الراقي اللي خرج بزاف تحفه خاوتنا كما تشوفوا على المباشر. شوفوا طوا بلاص تاعو خاوتنا لي كودوا تاعو الله يبارك فيهم سكولتاج بزاف شباب الاخ حليم بزاف شباب خويا امزي. وهنايا الفلاماج يخرج متابع كما كنتوا تشوفوا هكذا خاوتنا وثاني فيها سكولتاج هنا في الوسط بيان سور يخرج متلاصق مع طوا بلاص ولا دو بلاص ولا ان بلاص خدمه وحده خاوتنا. الماطله تاعو تخدم بالاش ار في ديزاين شباب بزاف شوفوا خاوتنا هذا ديزاين نلقاوه في كامل لي فوتاي الاخ بيان سور حاجه الله يبارك خاوتنا. ولي في تاعو خويا امازي شو البي تاعو تاعو بوات كيقولوا بوات بمعنى كلمه بوات هنا يخرج بالدوري كما كنتوا تشوفوا هذا سكيلتاج المالو يخرج بالفلاماج ثانيك
اللي خرج هذا الرقيق خرج تحفه الله يبارك. خاوتنا واش نقول لكم؟ ان شاء الله تجونا للمحل وتشوفوا واش كاين جديد في المحل اثاث ثقه، حاجه من نوع الرافع. خاوتنا هذا الرقيق اللي دار له السعر تاعو 36 مليون و800 فيه النقل والتركيب على 58 ولايه. خاوتنا وكما قلنا لكم انا في الكونفيرمو اللي ما يجيبش يجي قد يتصل بنا على الارقام حنا نجيبوا له دارو ويخلص في دارو ولا واش اخويا امير زين. نعم ماه يتصلوا بنا برك على الارقام اللي راهم اسفل الشاشه وحنا نلحقوه لهم حتى للدار في 58 ولايه. خاوتنا حنا ما عندنا حتى مشكل، اي حاجه تعجبك في المحل اتصل وحنا انا في خدمتك 24 ساعه على 24 ساعه. ما بقى لنا غير نقول لكم كثرونا من الجيم، بارطاجيو لا فيديو باش كامل تستفادوا معنا وزيد قولوا الحليب. خاوتي خواتاتي واش نقول لكم؟ كيما عودتكم ان شاء الله نكون خفيف عليكم ونقول لكم بعد الكلام سلام.